حامل الكرة عبد المؤمن جابر طلع هذه الكرة عبد المؤمن جابو يلعب بامتياز مع مسعود هاي الكرة هذه اللي جابو تو بو جابو عبد المؤمن جابو يفتح مجال التسجيل بروعة بروعة عبد المؤمن جابو في الدقيقة 17 يسجل أول أهداف المباراة. قلت في البداية بأنه لم يلمس كرات كثيرة، الكرة الثالثة كانت في الشباك، وأي شباك بأي كيفية وبأي طريقة بعدما قاد العملية ثم رجعت له من عند رفيقه مصطفى جليد مثل ما جاءت يسددها بروعة في الزاوية اليمنى من مرمى الحارس حمزة مونجي مفتتحا مجال التسجيل بهدف من أروع ما يكون. عبد المؤمن جابو هذا الذي يقال عنه في الجزائر بأنه خليفة نجوم الكرة الجزائرية المتألقين يقال